أما ملفات الفساد المالي اللي وقع دراستها أو مطلب التحكيم والمصالحة فيها لا تتعدى البضع الذي يعد على أصابع اليدين، حتى لا تداري ولا تماري الرأي العام والدولة نفسها. الملفات اللي هي تو معتقدة أنها بالحق شدت الملفات هما 650 ملف اللي تحلولها من القطب القضائي عبر نزاعات الدولة. والنقطة ورجع للسطر. وعلى ذاك السيد سليم شيبوب وهو صاحب انتهاك وقت اللي نهار مشى منذ 2015 ويمشي ويجي ل 2017 وديسمبر ويدخل في 2018 إلى حد أنه نهار قال لهم أنا وقتها تلقوني في الحبس، يعني غير قادرين على التحكيم والمصالحة. مش نقول لكم علاش، على خاطر أدلة الإجراءات والقوانين والنظام الداخلي لا يمكن الهيئة من تحكيم ومصالحة قانونية، لا يمكن الهيئة. علاش؟ لأنه عملوا فصل 17 في أدلة الإجراءات يتناقض مع القانون الأساسي. أش يقول فصل 17؟ يقول إذا واحد صبنا الملف والناس مرضاتش بالتحكيم والمصالحة متاعنا رانا احنا نصدر الحكم ونمشيوه، في حين أنه الفصل 45 يقول لك إلا برضاء الطرفين. القانون الأساسي هما خرقوا القانون الأساسي وقال لك أنا نجم نعمل تحكيم ومصالح حتى كي الدولة مش راضي.